السلام عليكم يا اخواني اخواتي، مرحبا بكم، رجعت لكم تاني من جديد دائما في فقره نصيحه في دقيقه مع حسناء الرقيقه والرشيقه والانيقه. المهم اليوم ان شاء الله جينا واحد الموضوع اللي كيسولون عليه بزاف في الخاص. حسناء، عافاك، هذا التحديث واش نديرو؟ واش هذا التحديث مزيان؟ وخصوصا يعني في هواتف الشاومي، يعني لاحظنا مؤخرا بعض التحديثات اللي ظهرت او حدثت لنا بعض المشاكل في بعض الهواتف. يعني كيف كنقول دائما ماشي ما كنعممش، وخصوصا اليوم ان شاء الله هنعطيكم حل المشكل ديال انطفاء هاتف البوكو ام 3، ونعطيكم انه ماشي دائما ضروري التحديث اللي هيكون فيه غلط، ولكن هي بعض السلوكات الخاطئه واللي دائما انا كنشير ليها في الفيديوهات ديالها هي اللي كتسبب هذا المشكل. اذا خليكم معنا حتى الاخر الفيديو. اول حاجه حسنا، واش كتنصحينا نديروا التحديثات؟ نعم، انا دائما مع التحديثات. علاش؟ لان التحديثات هي جات باش تصحح لنا الاخطاء اللي كاينه في النظام السابق، نظام التشغيل اكيد، ولا في التطبيقات، ولا هفوات اونيفو ديال السيكوريتي. اذا انا دائما يعني غادي نشجع واكيد غنصح بالتحديثات. اكيد اول حاجه الى لاحظوا المتابعين، اول مشكل كيقول لي عندي فلان فلان فهاد الهاتف، اش كنقول ليه؟ اول حاجه دير التحديث اول حاجه. وكاينين بعض التحديثات اللي كيضروري كيحتاجوا الفورمات، يعني ضروري تعاود تفورماتي التليفون ديالك من بعد التحديث باش يكون كلشي 5 5. اذا اتفقنا ان التحديث لازم ديرو، ما يمكنش يعني بعض الاستثناءات، مثلا 20 تحديث ولا اكثر ولا اقل كيجي واحد في شحال فيه شي مشكل، ويقدر يكون هذا مشكل بسيط، يعني سواء هو كيضرب لك البطاريه ولا الشاشه ولا مثلا ديزابليكاسيون كيبداو يوقع فيهم شي خلل، ولكن راه الشركه راه ديريكتومون اون فوا يعني كتكتشف ان هذاك التحديث اللي دارت فيه شي حاجه ماشي هي هذيك، راه سيغ بلاص كتخدم عليه وكتعاود ترسل يعني التحديث اللي غادي يصلح هذاك التحديث اللي رسلت. يعني في كلتا الحالتين كيف كتشوفوا، يعني راه التحديث عمره ما غيكون مضر ليك يعني الهاتف. يعني حنا كيف قلتنا ماشي الاستثناءات غادي نعمموها على القاعده اللي كاينه. هذا بخصوص يعني اتفقنا على هذه النقطه. النقطه الثانيه هي مشكل تحديث في هاتف البوكو ام 3. نعم هذا مشكل كاين، ما غاديش ننكروه، انه بعض الهواتف البوكو ام 3 يعني كتنطفئ وصافي ما كتبقاش تشعل بعد التحديث الاخير. هنا عندكم تقريبا واحد جوج حلول ولا ثلاثه. اذا بالنسبه للناس اللي وقع ليها هذا المشكل كاين واحد الحل، الا ما بغيتيش ما فيكش مثلا، اكيد الهاتف الا فيه الضمان باقي فيه الضمان، سواء الضمان ديال المحل ولا ديال الشركه مازال ما كملش عام، كاين اللي ما كيبغيش يصدع راسو ديريكتومون دير يعني السيرفيس ابري فونت ولا دير مول المحل هو يحل لك المشكل وتخرج من باب واسع. وكاين يعني بعض المحاولات الناس اللي ما مشغولين ولا ما مساليش ولا ما كيكراش يعني التليفون ما يقدرش يستغنى عليه ولو دقيقه، كيبغي يحل المشكل يعني في ذاك النهار. كاين جوج حلول. اول حل هو الا كان المشكل في التحديث، يعني التحديث ماشي في شي حاجه اخرى، فهو انك كتشد داك زر التشغيل كتضغط عليه لمده من 13 ثانيه حتى 30 ثانيه، شعل لك مزيان، راه كلشي مزيان، الهاتف كيكمل التحديث ديالو صافي كلشي امر. ما خدمش لك كتعاود تجرب تفورماتي التليفون. كيفاش كتفورماتي؟ يعني كتضغط على زر التشغيل وحتى على زر ديال اللي كينقص الصوت، وكيعطيك ديك الصفحه ديال انك تعاود تفورماتي الهاتف، صافي كتعاود تفورماتي عادي وكترجعو يعني للنظام السابق اللي كان فيه. وكاين الحل الثاني، يعني جربتي هاد الحلول والو التليفون ميت ما بغاش يتقعد لك، اش كدير؟ عندك اللي هو عارف راسو تقني ويعني ولد الدومين وحريفي، راه ممكن يعني يشوف اليوتيوب، هيكون السيركويت شارج هو اللي تضرب ليه، يعني يقدر الا كان هو، كنقول الا كان هو حريفي وعنده معاه هذا الشيء ديال هاد البريكولات ديال التليفون، يقدر حينت العمليه بسيطه جدا يشوف غير اليوتيوب كيفيه يعني تغيير السيركويت شارج ديال الهاتف البوكو ام 3 ويتبعها ويغيره، ان شاء الله راه يكون كلشي مزيان. ولا بعض المرات كيحتاج غير سخين. ما صدق لك شو خفتي انت، غير انسان مستعمل عادي يعني ما فيك اللي دير شي زبله اكثر من هادي،
كتشدوا اكيد دي الاقرب ريباراسيون مول ريباراسيون ويشوف لك راه العمليه بسيطه ويقدر يعني ما غاديش تحتاج شي حتى شي حاجه مكلفه يعني يقدر غير من 20 درهم حتى ل 30 حتى ل 50 درهم كاع يعني هذا كندوي على الناس اللي ما عندهمش الوقت انهم يدوا لسيرفيس ابريفون ولا الهاتف ديالهم يعني خرج من الضمان ولا ما فيش ديجا الضمان يعني واش راه من شي سيت ولا حيت بزاف ديال الناس كيقول لي راه شريت مثلا شوبيتو من علي اكسبريس الى اخره يعني اكيد هذا راه ما فيه لا ضمان لا والو من غير وكاين ثاني ولكن كاين ثاني واخا يكون ديال برا راه كاين المول المحل اللي كيعطيك الضمان. اذا هذا الشيء كيف قلنا في اطار التحديث ديال الهواتف الشاومي عموما وهاتف البوكو ام 3 خصوصا. اذا بغيتكم اللي عندكم اللي عنده هذا المشكل ولا الا كان عندكم بارطاجيوه مع باش يستافد ويكتب لنا في التعليق واش هاد الحلول ناجحه معاه واللي كان وقع عليه هذا المشكل ودار شي حل اخر من غير هذا اللي قلت علاش لا يبارطاجيو ويشاركوا معنا باش يستافدوا الاخرين. الى اللقاء في فقره جديده مع نصيحه في دقيقه دائما مع حسناء الرقيقه والانيقه. باي باي.